شطن الفرس فكرة مستوحاة من حديث نبوي شريف يتعلق بأوقاف القدس ودعم المرابطين بالمسجد الأقصى، ولهذه الفكرة عقدت الهيئة العامة لنصرة فلسطين والأمة بالتعاون مع وقف فلسطين فعالية إطلاق مشروع وقف شطن الفرس لدعم القدس والمرابطين في الأقصى، وذلك في مدينة اسطنبول بحضور عدد من العلماء والمفكرين. ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، أو قال مثل سية قوسه، خير له من الدنيا جميعا، بحيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. وأعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بوصايا من خلال هذا الحديث، أن يبقى الأقصى تحت رقابتنا ورعايتنا والجد والاجتهاد. المشاركون في الفعالية أكدوا على أهمية العمل المشترك من أجل إنجاح المشاريع الوقفية المتعلقة بفلسطين باعتبار واقعها يشخص واقع الأمة بكامله. أي أمة هذه التي مقدساتها منتهكة وحرماتها مستباحة، ومقدسها الذي ذكر في كتابها يداس بأقدام الصهاينة؟ فالأمة لن ترفع رأسها إلا حينما تنهض وتأخذ بيد فلسطين وتحقق النصرة للأمة جمعاء. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لن تقوم الأمة إلا بمثل هذه المشاريع التي يجب أن تغطي كافة الجوانب. استعادة المسجد الأقصى ليست مجرد نصر للفلسطينيين والأمة، وإنما هي انتصار إنساني على محور الشر الذي يملأ العالم إرهابا وقتلا. تحرير القدس هو تحرير الناس جميعا. لو لم نحن نحرر القدس وفلسطين، كونوا على يقين بأن هذا الظلم والاستبداد لا يمكن أن ينتهي، ولا يمكن أن ننجو من هذه المؤامرات التي نحن نعيشها، ومن هذه الأزمات التي نحن نعيشها في مختلف الأقطار، لأنها كلها تأتي من الصهاينة برمجة ومؤامرة. الدعم المعنوي للمرابطين في المسجد الأقصى لابد أن يقرن بدعم مالي وبشكل منظم ومثمر من خلال عدد من المشاريع، يعد هذا المشروع واحدا منها.